زي ما قلت لحضراتكم امبارح طبعا كان في تمرينه تابعناها كلنا مع بعض في السادسه وكان قرار مارسيل كولر ان النهارده يكون راح بكره ان شاء الله كل لاعيبه النادي الاهلي بما فيهم الدوليين هينضموا للفريق في بدايه التدريبات استعدادا ان شاء الله لمباراه السبت اللي جاي، بما فيهم طبعا بيرسي تاو واليو زانج اللي كانوا مع منتخباتهم جنوب افريقيا ومالي واعتقد كمان ثلاثي المنتخب الاولمبي هيكون موجود معانا يعني احنا كنا لسه امبارح بكلم حضراتكم على الميركاتو الاسماء اللي تم تداولها مين هيمشي من الاهلي سواء كان اعاره او بيع مين الاهلي بيفكر في ضمه واكدت لكم في حلقه امبارح انه ما فيش شيء تم بشكل نهائي وان الملف ده لن يحسم او لن يغلق الا بعد مشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه مش معنى كده انه الاهلي مش مجهز ملفات او مش حاطط اولويات وكل الامور معروضه على مرسى الكره لكن اللي باكد عليه انه ما فيش حاجه تمت بشكل نهائي حتى اللحظه لو بتسالني شخصيا رايك اتمنى الحقيقه انا بشوف صفقتين في الم... اهم صفقتين في المتناول كريستو ورشدان الاثنين دول بشوف ان هم لو خدوا فرصه مع الاهلي فرصه زي كتير من اللعيبه خدوا فرص كتير قوي في الفتره الاخيره اعتقد ان هم هيكونوا اضافه مكسب كبير جدا فيما تبقى من مشوار الاهلي في الموسم الحالي في كل المسابقات وما فيش مانع انه يبقى حتى بداياتهم او مشاركاتهم اللي ممكن تبقى بشكل تدريجي على الاقل في على المستوى المحلي في بطوله بقى السوبر كاس النخبه او في بطوله الدوري المحلي او في بطوله الكاس في نسختها الجديده لكن اعتقد ان هما الاثنين دول ممكن تراهن عليهم وممكن يكونوا اضافه كبيره جدا لسكواد الاهلي السنه خلينا نتكلم